السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبه الصف الرابع الابتدائي، النهارده حبايبي تعالوا نكمل مع بعض منهج العلوم بتاعنا، الفصل الدراسي الاول، الوحده الثانيه بعنوان الحركه، المحور الثاني الماده والطاقه، المفهوم الثاني بتاعنا الطاقه الحركيه. اول حاجه بيقول لي الطاقه، تعالى كده نعرف مع بعض الطاقه، واحنا كنا متكلمين عنها في المفهوم الاولاني، هي القدرة على بذل شغل، يعني مقدرتي ان انا ابذل ايه شغل. طيب تعالوا كده مع بعض ناخد تعريف الشغل. قلنا علشان نحرك الحاجة من مكان لاخر يبقى انا كده بذلت ايه شغل، يبقى هي القوة التي تتسبب في حركة الايه الجسم لمسافة معينة. بعد كده بيقول لي العلاقة بين الطاقة والشغل، تعالى نشوف العلاقة ما بين الطاقة والشغل. بيقول لي كلما زاد الشغل المبذول على الجسم لمسافة معينة زادت طاقة الحركة بتاعته، يعني كل ما يزيد الشغل كل ما هتزيد مالها طاقة الحركة. يعني مس كده العلاقة بينهم علاقة طردية. علاقة طردية. طيب في قانون اسمه قانون بقاء الطاقة، يعني ايه قانون بقاء الطاقة؟ قال لي يميس الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة الى اخرى. تعالى ابسط مثال كده، عندك المصباح الكهربي، انت عشان المصباح الكهربي يشتغل لازم يبقى طاقة ايه؟ طاقة كهربية، اللي انت بتحط الايه؟ بتتك على الزرار او بتحط الفيشة مثلا عشان تشغل الكشاف ايا كان هو ايه، تمام؟ طيب الطاقة الكهربية دي هل بعد كده هتلاقيها اتبخرت مثلا او خلاص راحت ما مش لاقيها؟ قال لي لا يا ميس، دي هتلاقيها اتحولت، وصلت للمصباح وتحولت لطاقة ايه؟ طاقة ضوئية. طاقة ضوئية. وكمان انت عارف ان المصباح مش بيطلع طاقة ضوئية بس، انت لو جيت لمست المصباح غصب عنك كده بالغلط هتلاقيه بيطلع طاقة ايه؟ حرارية، بلاقيه سخن شوية كده يا ميس. بالظبط كده، معنى كده ان الطاقة الكهربية اللي كانت في المصباح اتحولت وبقت طاقة تانية اللي هي الطاقة الضوئية والطاقة الايه؟ طاقة حرارية. معنى كده ان عندي قانون مهم جدا اسمه قانون بقاء الطاقة، ان الطاقة بتاعتي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكن انا ممكن احولها من صورة الى ايه؟ الى اخرى. الى اخرى. برافو عليك. بعد كده بيقول لي اهمية الطاقة في حياتنا اليومية، تعال نشوف اهمية الطاقة. قال لي بتؤثر في الاشياء فتجعلها تتحرك وتغير من مكانها، يبقى اول حاجة بتأثر في الاشياء وبتخليها ان ايه؟ ان هي تتحرك وتتغير مكانها. تاني حاجة بتساعد الكائنات الحية على النمو والحركة، طبعا انا من غير الطاقة مش هقدر ولا اكبر انمو ولا ايه ولا اتحرك. تالت حاجة بتساعد على طهي الطعام وانارة المنازل والشوارع، زي الطاقة الحرارية والطاقة الكهربية وامثلة ايه كثير عليها. طيب عندي خواص للطاقة، قال لي يمكن تخزين الطاقة وان انا احولها من صورة الى اخرى، زي ايه؟ قطار الملاهي. قطار الملاهي اللي انت بتركبه في الملاهي ده سنة رابعة، اول حاجة بيفضل ساكن، بس هو مش بيبقى ساكن، بيخزن طاقة جواه اسمها طاقة وضع. طاقة الوضع دي اول ما القطار يبدأ يتحرك اخد طاقة الوضع دي وحولها لي لطاقة ايه؟ حركة، عشان يبدأ يتحرك بقى ايه ويلف اللفة بتاعته اللي انت بتشوفها دي. يبقى انا ممكن اخزن الطاقة ان انا خليتها هنا في صورة طاقة وضع، وقدرت ان انا احولها صورة اخرى انها حولتها لطاقة ايه؟ حركية. طيب قال لي لا يمكن رؤية معظم صور الطاقة. أيوة يا ميس، على فكرة في صور أقدر أشوفها، في صور طاقة أقدر أشوفها، وممكن طاقة إيه ما أشوفهاش. الطاقة الضوئية ممكن أشوفها. طب الصوت تفتكر تشوفه ولا ما تشوفهوش؟ لا ما بقدر أشوفه يا ميس. طب الطاقة الحرارية ينفع تشوفها ولا لازم تلمس كده مثلا حاجة عشان تعرف؟ لا لازم أحس بيها. صح، برافو. والطاقة الكهربية هل بتشوف الكهرباء وهي بتسري في السلك مثلا؟ لا برضو. يبقى معظم الطاقات ممكن أنا ما أشوفهاش زي الصوت والحرارة والكهرباء، ولكن يا ميس بشعر بيها. تمام. او بتاثيرها. برافو عليك. قال لي يمكن رؤيه وقياس ما يمكن ان تفعله الطاقه، وده اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. انا مش شايفاها، لكن انا ان انا ايه اقدر ان انا ايه اشوفها هي إيه بتعمل ايه. طبعا لو انا عايز اعرف فيها حراره ولا لا هحس مثلا بالدفء، عايز اعرف مثلا في كهرباء ولا لا مثلا هشغل المصباح الكهربي فهلاقيه بايه بيضيء معايا عادي. بعد كده بيقول لي صور الطاقة، تعالى كده نشوف مع بعض صور الطاقة المختلفة. أول حاجة عندي طاقة ميكانيكية. طيب الطاقة الميكانيكية دي أنا بقدر أشوفها فين؟ قال لي دي بتبقى ناتجة من المراوح أو من حركة عقارب الساعة. يبقى الطاقة الميكانيكية هي طاقة ناتجة من المراوح أو من إيه؟ من حركة عقارب الساعة. يعني مثل إيه بتحرك طاقة وضع وطاقة إيه حركة.
تاني صورة من صور الطاقة عندي الطاقة الكيميائية. قال لي الطاقة الكيميائية دي سنة رابعة بتبقى مختزنة في الطعام اللي أنا باكله، أو كمان البطاريات اللي أنا بستخدمها عشان أشغل بيها الريموت زي ريموت التلفزيون أو ريموت التكييف أو هكذا، أو كمان البطاريات اللي بتبقى موجودة في الساعات بتاعتي. يبقى الطاقة الكيميائية بتبقى مختزنة أو موجودة فين؟ في الطعام اللي أنا باكله أو البطاريات، الأشياء اللي تستعمل بالبطارية زي مين؟ زي الساعة، الريموت وهكذا. طيب عندك ايه كمان هنا؟ عندي الطاقة الحرارية، ودي ناتجة من كذا حاجة. مثال بسيط، عندي مثلا المدفاة الكهربية، المكوة، أعواد الثقاب، كل دول بيطلعوا لي طاقة ايه؟ حرارية. وادي بعض الصور اهي تمثل الطاقة الحرارية الناتجة من كل ايه جهاز فيهم. طب عندي بعد كده ايه سنة رابعة؟ الطاقة الضوئية. طبعا طاقة ضوئية يبقى حاجة أنا هشوفها. طب الطاقة الضوئية دي بتصدر من مين؟ عندي المصابيح الكهربية بتطلع طاقة ضوئية، وعندي كمان شاشة الايه الكمبيوتر وشاشة التلفاز التلفزيون، وكمان عندك الموبايل، كل ده بيطلع طاقة ايه؟ طاقة ضوئية يا ميس. برافو عليكي. عندي كمان الطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية دي اللي أنا من غيرها مش هعرف ولا شغل التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا أي أجهزة من الأجهزة اللي احنا عندنا في البيت، ولا المكوة ولا المدفأة ولا كل الكلام ده. يبقى الطاقة الكهربية هي الطاقة اللازمة لتشغيل التلفاز والكمبيوتر والمدفأة والمكواة وكل ايه الأجهزة اللي عندي في البيت دي. طيب. عندي كمان الطاقة الصوتية، والطاقة الصوتية دي اللي بتبقى ناتجة من الآلات الموسيقية، وكمان من جهاز اللاسلكي ومن جرس الإنذار. يبقى الصوت اللي طالع من الآلات الموسيقية ومن جهاز اللاسلكي وجرس الإنذار دي طاقة ايه؟ طاقة صوتية. صوتية. الله ينور عليك. طيب بيقول لي هنا لاحظ، أي جسم ساكن على سطح الأرض ليس له ايه؟ طاقة. تاني حاجة، ينتج عن المصباح طاقة ايه وايه؟ لسه قايلين من شوية، طاقة ضوئية وطاقة حرارية. طيب تعالى كده نشوف بعض تحولات صور الطاقة. تعالى كده هنشوف كده في كل جهاز من الاجهزة اللي هتظهر قدامي. المثال بتاعي الاولاني المصباح اليدوي. تعالى نشوف، عشان اشغل المصباح اليدوي ده انا محتاجة الطاقة المستخدمة او اللي داخل عشان تشغله تبقى طاقة ايه؟ مثل اللي هي الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية. الله ينور عليك. المصباح اليدوي ده اللي هو بيبقى الكشاف اللي احنا بنستخدمه لما النور بيقطع. انا ببقى عشان اشغله الطاقة اللي لازم تبقى داخلاله عشان يشتغل طاقة كيميائية اللي هي بتبقى الايه؟ البطارية. طب تفتكر ايه الطاقة الناتجة؟ ميس مهنا عايزاه ينور لي، يبقى هو هيطلع طاقة ضوئية وكمان هيطلع طاقة حرارية. خد بالك لو هو اشتغل فترة كبيرة لما تيجي تقفله ولو جيت مسكته ايدك هتحس بايه؟ بحرارة. يبقى هيطلع لي طاقة ايه؟ طاقة حرارية. حرارية. الله ينور. تعالى كده نشوف مع بعض الجهاز اللي بعده، فرن الغاز. فرن الغاز ده عشان يشتغل الطاقة اللي داخلة عشان يخليها تشتغل طاقة ايه؟ كيميائية. كيميائية. طب والطاقة الناتجة؟ طاقة حرارية عشان يعمل على طهي الطعام. الله ينور. اللي بعده سيارة لعبة. السيارة اللعبة عشان تشتغل لازم يبقى فيها طاقة ايه؟ ميس هتبقى طاقة وضع، وبعد كده انا هقدر مثلا بالزنبورك بتاع اللعبة هشغله كده وهتحول طاقة الوضع لطاقة حركة فتتحرك اللعبة معي. يبقى الطاقة الناتجة طاقة حركة. خد بالك سيارة اللعبة هنا هو قصده السيارة اللي الميس لسه قايلة عليها اللي هي السيارة التي تعمل بالايه؟ بالزنبورك. طب السيارة بقى الحقيقية اللي احنا بنستخدمها الطاقة المستخدمة فيها ايه؟ مثل اللي هي الطاقة الكيميائية اللي ناتجة من احتراق البنزين. الله ينور عليكي. طيب والطاقة الناتجة؟ انا طبعا عايزة احركها يبقى طاقة حركية، وممكن كمان اللي هي الاصوات اللي بتبقى موجودة زي مثلا صوت الكلاكسات والحاجات دي تبقى طاقة صوتية، وفي نفس الوقت بيطلع لي طاقة حرارية في محرك السيارة. طب خد بالك لو هو قال لي ان سيارة اللعبة دي مش بتلعب مش بتشتغل بالزنبرك ولكن بتشتغل بالبطاريات، يبقى الطاقة المستخدمة ايه؟ طاقة كيميائية. كيميائية لانها بتشتغل بالبطاريات. يبقى من طاقة كيميائية لطاقة حركية. يبقى انت قبل ما تجاوب شوف السيارة اللعبة دي ملف الزنبرك ولا بالبطاريه. تعالى كده نشوف مع بعض اول سؤال المتفوقين بيقول لي، اكتب نوع الطاقه المستخدمه يعني الطاقه اللي داخله في كل مما يلي. اول حاجه التلفاز، وتاني حاجه عقارب الساعه. طبعا احنا عارفين ان انتوا شاطرين سنه رابعه وهتجاوبوا على الاسئله دي في التعليقات اسفل الفيديو.
تعالوا كده نكمل مع بعض وناخد اول نوع عندنا هي الطاقة الحركية. طبعا احنا عارفين ان الطاقة الحركية دي يعني انا كده الطاقة دي هيكتسبها الجسم بسبب ايه؟ الحركة اكيد. يبقى هي طاقة يكتسبها الجسم نتيجة حركته. ممكن يجي لك سؤال مصطلح علمي طاقة يكتسبها الجسم نتيجة حركته، يبقى ساعتها تعرف مين؟ الطاقة الحركية يا ميس. برافو. طيب قال لي اي جسم متحرك طبعا بيبقى ليه طاقة ايه؟ حركية، ودي حاجة معروفة يا سنة رابعة و اخدناها قبل كده في كل الدروس اللي احنا ايه مرت علينا. طيب ايه هي صور طاقة الحركة؟ اول حاجة عندي طاقة صوتية، والطاقة الصوتية دي اللي هي طاقة حركة الامواج الصوتية. انت عندك الصوت بتاعك بيمشي في صورة ايه؟ موجات. فبيبقى عندك اول صور من صور طاقة الحركة هي الطاقة الصوتية. لو تفتكر كمان معايا لما كنت بقولك في الدولفين في تحديد الموقع بالصدى، لما كنت بقول لك بيصدر صوت وبينتشر على هيئه موجات صوتيه، يبقى الصوت اصلا بيبقى ماشي في الفراغ اللي حواليا على هيئه ايه؟ على هيئه امواج او موجات صوتيه. تاني حاجة عندك من صور طاقة الحركة هي الطاقة الضوئية، هي حركة الأمواج الايه؟ الضوئية. برضو زي ما في أمواج صوتية برضو في أمواج ايه؟ ضوئية. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض صور طاقة الحركة. عندي طاقة حرارية وعندي طاقة كهربية. الطاقة الحرارية دي بتبقى ايه؟ بسبب ان في جزيئات المادة بتاعتي، زي مثلا انا حاطة مية على النار، طب المية دي اللي بيحصل لها بعد التسخين؟ بتلاقي بتغلي. الجزيئات بتاعتها دي ايه؟ بتتحرك. يعني ايه بتتحرك؟ يعني بتغلي. بتلاقي كده الفقاقيع اللي بتطلع منها دي، معنى ان جزيئات المادة جوه ايه؟ اتحركت. ده بسبب ايه؟ عملية التسخين اللي حصلت. يبقى من صور طاقة الحركة برضو هي الطاقة الحرارية. طيب الطاقة الكهربية، يا ميس خلي بالك انت السلك بتاعك اللي هو بسلك الكهرباء ده، انا دلوقتي عايزة اشغل مثلا المدفأة، فحطيت الايه؟ الفيشة في الايه؟ في القابس. طيب انا دلوقتي بقولك ان في كهرباء ماشية في السلك، هي ماشية قال لي الالكترونات اللي ماشية جوه السلك دي تمام، دي عبارة عن طاقة ايه؟ طاقة كهربية. يبقى من صور طاقة الحركة كان عندي كمان طاقة ايه؟ حرارية وطاقة كهربية وطاقة ايه خدناها قبل كده؟ صوتية وطاقة ضوئية. الله ينور عليك. بعد كده بيقول لي طاقة الوضع. قال لي طاقة الوضع سنة رابعة تعرفها، هي طاقة بتبقى مختزنة أو كامنة، يعني بتبقى كامنة جوه داخل إيه؟ الجسم. الجسم الساكن المرتفع عن الأرض له طاقة وضع. يعني أنا دلوقتي في المكتبة بتاعتي لما بكون حاطة مثلا كتب، كل كتاب من دول ده جسم ساكن وبيبقى مرتفع عن الأرض. قال لي ده بيبقى ليه طاقة وضع، تعرفها إيه؟ هي الطاقة المختزنة أو الكامنة داخل الإيه؟ الجسم. تعالى كده مع بعض نشوف صور طاقة الوضع. أول صورة من صور طاقة الوضع هي طاقة وضع الجاذبية. طيب زي ايه؟ قال لي زي الطاقة المختزنة في اعلى التل او في اي جسم موجود في الايه؟ في الاعلى. دي بتبقى طاقة وضع الجاذبية. الجسم ده بيبقى ليه طاقة وضع ايه؟ الجاذبية. تاني حاجة طاقة كيميائية. يبقى تاني صورة من صور طاقة الوضع هي الطاقة الكيميائية. قال لي الطاقة الكيميائية دي هي الطاقة المختزنة في البطاريات، البطارية او الحجر اللي احنا بنستخدمه في الريموت، قبل ما استخدمه او قبل ما احطه في الريموت ده بيبقى جواه ايه؟ طاقة مختزنة، اللي هي طاقة ايه؟ طاقة كيميائية. ثالث صورة هي طاقة وضع المرونة، زي اللي انت شايفها كده في الايه؟ في السلك الزنبرك اللي قدامك دي. قال لي مثل الطاقة المختزنة في سلك الزنبرك الايه؟ المضغوط. يبقى من صور طاقة الوضع ثلاث حاجات. اول حاجة عندي الطاقة الكيميائية. الله ينور. تاني حاجة طاقة وضع الجاذبية اللي لسه قايلينها من شوية. ممتازة. وطاقة وضع المرونة. الله ينور. تعالى كده نشوف مع بعض تاني سؤال للمتفوقين بيقول لي ايه. بيقول لي اذكر مثال لطاقة الحركة وطاقة الوضع، وطبعا منتظرين الإجابة بتاعتكم في التعليقات أسفل الفيديو. طيب تعالوا كده بيقول لي كيف يتحرك قطار الملاهي السريع وما مصدر طاقة حركته. اول حاجه بيقول لي خلي بالك ان التحرك لاعلى هو اول حاجه عندك العربيات اللي هي قدام، ده الجزء الاول من العربيات بيبقى مزود بالكهرباء. طب وبعدين؟ قال لي اول ما بيشغل الكهرباء بتبدا القطار يتحرك لايه؟ لاعلى. طيب
خلاص بدأ ان هو يتحرك لاعلى، هيعمل ايه يا ميس؟ هيطلع لاعلى منحدر، هيطلع يوصل بقى لفوق. قال لي كل الطاقه الحركيه تحولت لطاقه ايه؟ وضع. يبقى هو لما طلع فوق لاعلى المنحدر كده خلى عنده طاقه وضع ايه؟ كبيره. طب يا ميس هو لسه مش متحرك، هو خلاص ثبت لفوق كده، يعني طاقه الحركه بتاعتي ايه؟ بصفر. طب يا ميس هو هيفضل فوق ولا هيتحرك وينزل بقى الناحيه الثانيه من الاتجاه؟ لا ده هينزل، وهينزل كمان بسرعه كبيره يا ميس. بالظبط كده. يبقى قال لي لما يجي يتحرك بقى لاسفل، طاقه الوضع اللي كنت مخزناها بقى في العربيات دي كلها تتحول لطاقه ايه؟ تحول لطاقه حركه. يبقى عندك قطار الملاهي بيبدا ياخد طاقه الوضع ويحولها لحركه، وياخد طاقه الحركه يحولها لطاقه وضع، وايه وهكذا. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض شوية ملاحظات. قال لي تعتمد طاقة الوضع على كتلة الجسم وارتفاعه عن سطح الأرض. يعني إيه الكلام ده سنة رابعة؟ قال لي يا ميس خلي بالك، كل ما الكتلة بتاعت الجسم بتزيد كل ما طاقة الوضع بتاعته بتزيد. طيب لو أنا كمان أنا مرتفع عن سطح الأرض، يعني طلعت على قمة جبل، يعني كده ارتفاعي عالي، يبقى طاقة الوضع المخزنة جوايا هتبقى إيه؟ كبيرة. زي ما لسه قايلين في قطار الملاهي، وهو تحت طاقة الوضع بتاعته كانت قليلة، وكانت أكبر ما يمكن لما كان في أعلى إيه؟ في أعلى التلج. تمام. طيب تاني حاجة بيقول لي اهي، زي ما احنا اتفقنا مع بعض، كلما زاد ارتفاع الجسم عن الارض وكتلته كمان بتزيد، هتزود مع طاقة الوضع والعكس. طب مين شاطر يقول لي دي علاقة ايه سنة رابعة؟ هتبقى يا ميس علاقة عكسية. علاقة عكسية ولا علاقة طردية؟ ما احنا قلنا ازاي الارتفاع بتاع الجسم بيزيد وطاقة الوضع بتزيد، يعني الاتنين بيزيدوا مع بعض. يبقى الاتنين يا ميس ادام بيزيدوا مع بعض يبقى ايه؟ دي علاقة طردية. برافو عليك. طيب قال لي بقى من باقي الملاحظات، عندما يمتلك الجسم طاقة وضع معنى كده ان هو هيقدر يبذل ايه؟ شغل، لانه هيبدا ياخد طاقة الوضع ويحولها لطاقة حركة زي ما هو عايز، ويبذل الشغل اللي هو عايزه. رابع حاجة عندك، تزداد طاقة الحركة للجسم بزيادة سرعته. ودي برضو مش أول مرة ناخدها، قلنا الحركة بتاعتي لما بتبقى طاقتها كبيرة، طاقة الحركة كبيرة، بيبقى عندك السرعة بتاعت الجسم برضو ايه؟ كبيرة. تعالى كده نشوف مع بعض اخر سؤال للمتفوقين بيقول لي ايه. السؤال بيقول اكمل، عندما تصطدم الكرة بالارض وترتد لاعلى تزداد طاقة نقط. ومستنيين الاجابات بتاعتكم يا سنة رابعة في التعليقات اسفل الفيديو. وبكده سنة رابعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، والى اللقاء في فيديو جديد في مادة العلوم.